انتهت انتخابات نادي الوحدة بعد عدد من التأجيلات، واتضحت صورة الإدارة الجديدة التي ستقود النادي خلال المرحلة المقبلة. وفاز بمركز رئاسة النادي الأستاذ غياس الدباس وعضوية كل من بسام الصباغ وعارف درويش وبلال كوران ونضال داود وميسا مورلي وسمير سوقيا وشاكر العمري بعد انسحاب العضوين كميران ميرخان وعساف خليفة. هذا ومن المتوقع أن تعقد الإدارة اجتماعا في الأيام القادمة من أجل توزيع المهام فيما بينها. أول شيء هي تكملة الحياة، رحنا ما انتهينا، رحنا هلا عم نكمل اللي بدأنا. عنا شغل كتير، إدارة قدام تحديات كبيرة. عنا أول شيء موضوع الفريق الأول، عنا موضوع فريق كرة السلة، عنا بنية تحتية، عنا صالة السلة، ملعب كرة قدم. في كتير شغلات اليوم لازم نشتغل عليها، ان شاء الله بالايام القادمه حتعرفوا خطه العمل تبعنا ان شاء الله. هلا نحن تاخر كثير انتخاب اداره نادي الوحده والوقت كثير هلا صار ضيق للتعاقدات. بقى هلا اول شيء العمل اللي حيبلش دغري من الان، يعني حنطلع من القاعه دغري على الاجتماع لنبلش العمل للتعاقدات، لانه نادي الوحده لازم يضل الاول دائما، هيك جمهور نادي الوحده متعود وهيك نحن حنكون عند حسن ظنهم. هلا الحمد لله رب العالمين، خلال فتره الخمس شهور اللي اجينا فيها كانت مثل ما بتقول في فترة إنقاذ، قدرنا نحافظ على هيكل وشكل فريق كرة القدم. لعبنا وصيف كرة القدم نهائي كأس جمهورية، بطولة دوري كرة السلة، نتائجنا كتير جيدة كمان بالسيدات، بطولة دوري ناشئين كرة الطائرة. العمل كتير كبير، في مسؤوليات كبيرة. نادي الوحدة بتعرف النادي كبير وكل أكبر أندية بسوريا، ومطالب دائما حق المشروع لجمهورنا العريض أنه دائما نكون عم ننافس على البطولات مصاف الأندية الأولى. فهذا الموضوع بده تحضير، في شغل كتير على الفئات العمرية، كرة قدم، كرة سلة، المنشآت، صالة قريبا إن شاء الله حتخلص. هلأ نحن أكيد الهم الأساسي لنرجع اسم نادي الوحدة للمراكز الأولى، هو هذا المتعودين عليه دائما، اسم نادي الوحدة بالمرتبة الأولى. إن شاء الله هلأ هو الشيء الأساسي أنك أنت تأسس من الفئات العمرية مشان بلش تردف الفرق الكبير، فرقنا الأولى، وان شاء الله هلا بدنا نحافظ على، نحاول نرجع نضبط الصالات والملاعب. الاستمرار شيء صح بهذا المكان، لا تقدر تكرس الحاله خلينا نقول النظاميه المنتظمه بقلب نادي الوحده. هذا النادي بحاجه استقرار، بحاجه نقدر نعمل اكثر شيء لنقدر نحافظ على بطولاته، لانه عنده جماهير كره القدم. اكيد سمعت انا من كلام السيد غياس دباس رئيس النادي وحتى اعضاء مجلس الاداره كانوا عم يحكوا على موضوع كرة القدم والاهتمام فيها بالعام القادم إن شاء الله. أكيد أول شيء بدي أقول ألف مبروك لنادي الوحدة باستلام الإدارة الجديدة. نحن أكيد عنا تجربة سابقة معهم، عنا هلأ تجربة بفترة قريبة كان استقرار موجود بالنادي الحمد لله، وقدرنا نترجم هذا الشيء ببطولة الدوري لكرة السلة. أنا هي الأولوية دائما هي الاستقرار، ونحن دائما مع الاستقرار ومع أي شيء بيخدم الاستقرار. وجود الأستاذ غياس والإدارة اللي طلعت اللي هن الداعمين، إن كان من رجال أعمال إن كان من رياضيين، فهذا عامل إيجابي، هذا عامل بيعطي استقرار وبيعطي دعم للنادي. بقول ألف مبروك للأستاذ غياس وللدكتور نضال داود، للأستاذ عارف درويش وباقي أعضاء الإدارة. طبعا هي الثقة كسبوها من الموسم الماضي. نحن بدنا نحكي إنه هلا بلش نادي الوحدة بالجد، وهلا ونحن بدنا هاي الإدارة، نحن مع هاي الإدارة، لأنه هاي الإدارة الصح يلي ماشي بالأعمال الصح. هلا أول شيء نبارك للأستاذ غياس دباس، نبارك لكل أعضاء الإدارة. من الموسم الماضي هو استلم نعرف وعم يمشي بالمسار الصح.